السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله باذن الله النهارده هنبدا اول ليكتشر تمام في الماشين ليرنينج. فان شاء الله باذن الله نبدا ان شاء الله. خلاص هنبدا النهارده انتدكشن عن ايه هو الماشين ليرنينج. خلاص انتدكشن وهندي كورس اوفر فيو. خلاص تمام، احنا هناخد ايه خلال الترم باذن الله في المقرر بتاع الماشين ليرنينج ان شاء الله باذن الله. مبدئيا الماشين ليرنينج بقى حاجه مهمه قوي في حياتنا خلاص، وكل التكنولوجيز الحديثه حاليا خلاص بقى فيها ميت ماشين ليرنينج خلاص، زي اوتونوموس مين فيكلز، زي سيرش انجن، زي علم الجينوم، ونحن الاوتوميت الميديكال دايجنوز والايمج ريكوجنيشن. خلاص اصبح ماشين ليرنينج بيدخل في كل حاجه في حياتنا خلاص، سيشن نتورك اناليسيز تمام. الكورس ده ان شاء الله باذن الله تمام هنحاول نديكم تمام المعلومات الاساسيه تمام عن الماشين ليرنينج، وايه هي الالجوريزمز المختلفه بتاعه الماشين ليرنينج اللي بتخلي الماشين بتاعتي تتعلم من الاكسبيرينس. وهو ده الماشين ليرنينج، ان عندي اكسبيرينس خبره تمام معينه في مجال ما، ازاي تمام اعلم الماشين ديت من الاكسبيرينس ديت خلاص علشان يقدر يؤدي التاسك اكني انا اللي باخد ديسيشن. اتفقنا على كده؟ خلاص تأديها زي الانسان، زي ما نتعرف على الهاند ريتن كاركترز خلاص، الحروف اللي مكتوبه بالايد تمام الانسان بمنتهى البساطه بيعملها. طب عايزين الماشين كمان يبقى عندها نفس الابيلتي ان هي تعمل العمليه ديت خلاص تمام. وان شاء الله باذن الله خلال الكورس هنحاول يبقى في عندنا ابلكيشنز كتير تمام لليل بروبلمز خلاص نحلها عن طريق مين؟ عن طريق الماشين ليرنينج. خلاص الكورس بتاعنا هيكفر السوبرفايزد ليرنينج والانسوبرفايزد ليرنينج ورينفورسمنت ليرنينج ان شاء الله باذن الله. خلاص مع ان احنا هنحاول نخلي الكورس بتاعنا نطبق فيه الحاجات البراكتيكال باستخدام البايثون خلاص، عشان يبقى من الفيلينج بتاعنا يبقى احسن بايه هو الماشين ليرنينج خلاص، ونطلع من الكورس ده بنعرف ان شاء الله نستخدم مين الماشين ليرنينج، فاحنا نطبق ايه الماشين ليرنينج كمان في تطبيقات ايه حياتيه مختلفه باذن الله تمام. الجريدنج بتاع الكورس، الكورس بتاعنا من 100 درجه خلاص، 60 درجه للفاينل اللي هو الامتحان اخر السنه، و40 درجه متقسمين بقى ميد تيرم وكويسز واساينمنت تمام وبروجكت، وان شاء الله بقى فيه ترم بروجكت في نهايه الترم باذن الله خلاص، بحيث ان احنا نقيس ناس وصلت في البراكتيكال سكيلز لانهي ليفل باذن الله. ال 40 دولت اللي هبقى شايفك فيهم بقيمك ايه فيهم خلال الترم باذن الله، انما 60 درجه دولت بتوعك كامله تمام، انا مش شايفك فيهم، دي كراسه انا بصححها خلاص. فان شاء الله باذن الله ادعيلكم كلكم ايه التوفيق باذن الله. خلاص الريفرنسز مش هقدر اقول انا عندي خلاص ريفرنس اساسا انا بشتغل بيه، يعني بشتغل من اكتر من ايه من ريفرنس، بس دي ايه ريفرنس بوكس تمام اللي ممكن ايه ناخدها از جايد لينا واحنا شغالين فين في الكورس خلاص، مع ان ان شاء الله باذن الله هننزل لكم بعض مين تمام بعض الماتيريال اللي سيادتكم ان شاء الله تمام تقروها عشان نعلمكم ان انتوا تتعلموا بنفسكم ان شاء الله، عشان الالجوريثمز بتاع الماشين ليرنينج خلاص زي ما هنشوف ان شاء الله كل يوم والتاني عندي الالجوريثمز مين كتيره، فلازم يكون عندك الابيلتي ان تتعلم مين نفسك وتسيرش عن الالجوريثمز الجديده وتفهمها وتقدر تطبقها ان شاء الله. ايه هو الماشين ليرنينج؟ خلاص الماشين ليرنينج بنقول ان الليرنينج هي اي عمليه خلاص عن طريقها السيستم هيحسن الاداء بتاعه تمام من الاكسبيرينس خلاص، يعني عندي اكسبيرينس موجوده فانا عايز عن طريق ان انا استغل الاكسبيرينس ديت في ان انا احسن الاداء بتاع السيستم، زي ما قلنا الهاند ريتن مين تمام كاركتر ريكوجنيشن، التعرف على مين على الحروف المكتوبه بالايد خلاص. طب ما انا ممكن ادخل له حروف مكتوبه بالايد كتير قوي اشخاص مختلفين خلاص تمام، وكل حرف اقول له ان ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه وده بي 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 سي 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 خلاص تمام باشكال مختلفه، فيبدا يتعلم منهم خلاص تمام عشان يقدر يفرق بين حرف الايه والبي والسي، زي ما كنا بنعمل مع الايه مع الطفل الصغير بنعرفه حرف الايه شكله ازاي تمام، فكذا مره نقول له ده ايه
ونربطه تمام بحاجات تانية عشان يبدأ ايه يتعلم، فبعد كده لما يشوف حرف الايه يقدر يجنايز حرف الايه بمنتهى ايه منتهى السهولة. خلاص، توم ميتشل قال لك ايه؟ قال لك ان انا هبص على الماشين ليرنينج على انه ايه بقى، على انه ان انا في عندي تاسك تمام، اللي هو التاسك دوت اللي هو التي تمام، التاسك التي دوت اللي احنا عايزين ننفذه. خلاص تمام، عايز استغل الاكسبيرينس بتاعتي اللي هي الاي في ان انا احسن البرفورمانس بتاع التاسك بتاعي اللي هو بي. ففي تاسك عايز احسن البرفورمانس بتاعه بس باستخدام مين؟ الاكسبيرينس. يبقى كلمه دلوقتي ليرنينج تاسك هنعرفها عن طريق ان انا في عندي تاسك خلاص، وعندي اكسبيرينس اي، وعندي مين؟ برفورمانس مين؟ بي. خلاص، عايز احسن البرفورمانس بي ديت بتاعت التاسك تي خلاص عن طريق مين؟ عن طريق الاكسبيرينس. طب ما تيجي ناخد اكزامبل كده عشان الناس تبقى متخيله احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم مثلا على ايه؟ على التاسك اللي هو البلينج تشيكر اللي هي اللعبه ديت. خلاص تمام، فاللعبه ديت عايزين دلوقتي دي التاسك تمام، عايزين الماشين بتاعتك تعرف تلعب اللعبه ديت وتكسب اي حد. خلاص هنعمل ايه؟ هنروح نلعب مجموعه من الجيمز از براكتس مع نفسنا مع حد تاني، هنجيب جيمز لحد مين شاطر في اللعبه ديت. خلاص تمام، وبعدين نبدا نعلم مين؟ الكمبيوتر. خلاص، علشان نحسن البرفورمانس بتاعه في اللعبه دي. طب البرفورمانس بتاعه في اللعبه دي اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن البرسنتج بتاع كام جيم كسبه. اتفقنا على كده؟ كل ما عدد الجيمز اللي بيكسبها ما تعلى، كل ما يبقى كان البرفورمانس بتاعه يبقى مين؟ احسن. تمام، تعال ناخد اكزامبل تاني. خلاص، اللي هو الريكوجنايز بتاع الهاند ريتن مين؟ ووردز، كلمات بقى مش بتكلم على حروف، لبعض الكلمات. خلاص، فهنبدا نعمل ايه؟ تمام، عشان انفذ التاسك ده فلازم يبقى عندي اكسبيرينس اي. الاكسبيرينس اي دي عباره عن مين؟ مجموعه من الداتا سيت لهيومن ليبلد مين؟ ايمجز اوف هاند ريتن مين؟ ووردز، مجموعه من الووردز خلاص مكتوبه بخط مين؟ بخط الانسان. هكون منها داتا بيز كبيره. خلاص تمام، وورد حلوان 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 مكتوبه بكلمات مختلفه، ستيودنت ستيودنت ستيودنت، تيتشر تيتشر تيتشر. خلاص تمام، فدي عباره عن مجموعه الكلمات اللي انا عايز اعملها مين؟ ريكوجنايز تمام عن طريق مين؟ الماشين ليرنينج. بهدف ايه؟ ان انا احسن البرفورمانس بتاع التاسك بتاعنا. طب البرفورمانس ده هقيسه ازاي؟ هقيسه بالبرسنتج بتاع كام كلمه تعرف عليها صح. خلاص، انا نفسي اتعرف على كله، يبقى خليت البرفورمانس بتاع 100%. خلاص تعال ناخد اكزامبل تاني. عندي تاسك ان العربيه اللي هي الاوتونوموس كار، خلاص عايزين العربيه بتاعتنا خلاص تبقى فيها اوتو درايفر تمام، بيسوق بيها في فور لين مين؟ هاي واي، في طريق سريع بيتكون من اربع حارات. خلاص طبعا لازم اسنس مين؟ الانفايرمنت، فلازم يبقى عندي مين؟ فيجن سنسورز. خلاص طيب، ايه اللي هيحصل؟ انا عايز اخلي الاوتو درايفر يبقى شاطر في عمليه الايه؟ الدرايفنج دي، يبقى لازم يبقى عندي اكسبيرينس. الاكسبيرينس تبقى عباره عن ايه؟ مجموعه من الايمجز. خلاص، شكل السيتويشن، شكل الانفايرمنت اللي انا فيه، في عربيه قدامي، في عربيه على يميني، في على شمالي، في ورايا. خلاص، وايه هو الستيرنج كوماندز؟ ايه القرار اللي انت خدته؟ هتكمل تمشي، هتبطل العربيه، هتزود السرعه، هتدخل شمال، تدخل مين؟ يمين. خلاص، ايه الكلام دوت؟ هنبدا نعمل له اوبزيرف. خلاص، وفي عندي هيومن بيسوق، فهنكابتشر مين؟ الانفايرمنت. خلاص تمام، وهنشوف تمام ايه هي الاكشنز اللي بياخدها الهيومن تمام. فدي بالنسبه لنا تمثل مين؟ الاكسبيرينس. خلاص، هبدا مين؟ اعلم الماشين ليرنينج. بهدف ايه؟ ان انا اسوق اكبر مسافه ممكنه من غير ما يحصل اخطاء تمام بالنسبه لنا احنا كهيومن في السواقه. العربيه دلوقتي ماشيه اكن في هيومن هو اللي بيسوقها، مفيش اخطاء. خلاص، فكل ما هيبقى عند العربيه بتاعتنا قابلت ان هي تمشي مسافه اطول
من غير اخطاء يبقى اكيد الماشين ليرنينج بتاعتي مالها خلاص، تمام، بقت شاطره في ان هي ايه، علمت الاله ازاي تبقى تمام اوتو درايفر خلاص، تمام. مثال كمان، ان لو احنا عايزين نعمل مين كاركترايز لمين، تمام، للايميل مسج، عايزين نشوف الايميل اللي جاي لنا ده هو سبام ولا لا، خلاص. طيب عشان اتعرف عليه هو سبام ولا لا، يبقى لازم يكون عندي مين، تمام، اكسبيرينس. اكسبيرينس ما هي الا ده ايه، بيز، من مين، من ايميلز، خلاص، تمام. الايميلز ديت كان فيه هيومن شافها وقال ان دي سبام ودي سبام، انما دي مش سبام ودي مش سبام ودي مش سبام، خلاص. وابدا ايه، اعلم مين، الماشين بتاعتي، تمام، بهدف ايه، ان انا احسن مين، البرفورمانس. البرفورمانس دي اللي هي مين، اللي هي تمام البرسنتج بتاعت الايميل مسج مين، اللي احنا عملنا لها كوريكت لمين، كلاسفايد، صنفناها صح على انها سبام او مين، نوت سبام، خلاص. الماشين ليرنينج خلاص، تمام، بنقول هو العلم اللي بيخلي الكمبيوتر بتاعنا ليه عنده الابيليتي ان هو يتعلم، خلاص، مش يتبرمج، يتعلم يأدي التاسك، مش يتبرمج عشان يأدي التاسك. يتبرمج عشان يأدي التاسك يبقى عندي رولز والنون، خلاص، بقدر اشرح الخبرة بتاعتي، تمام، واروح احولها لمين، لانستراكشنز، كوماندز، خلاص. ده البرمجة، خلاص، هعمل واحد ثم اثنين ثم ثلاثة ثم اربعة ثم خمسة، ولو حصل كذا هروح لستة، ولو حصل كذا هروح لسبعة، وبعدين اكمل على ثمانية، فاوصل للريزلت اللي انا عايزه. دي اسمها بروجرامينج. واحنا بنعمل سورت بستخدم البروجرامينج، واحنا بنعمل فاكتوريال بستخدم البروجرامينج، خلاص. ليه؟ عندي مين؟ عندي مجموعه من الخطوات، تمام، اللي هي المحدده، اللي لو مشيت عليها هتوصلني للتارجت بتاعي. انما تعالوا انا عايز اتعرف على مين، تمام، عن هاند ريتن كاركترز، واللي هي ممكن تكون مكتوبه باشكال مختلفه، خلاص. كل ده طبعا حرف الايه، وكل ما اكتب حرف ايه هيبقى ماله شكله مختلف. احنا بنقدر نتعرف عليه. طيب قول لي ايه هي تمام، انت عندك اكسبيرينس اللي انت تعرف عليه، حط لي اكسبيرينس ديت فولز، مش هتعرف، يا مش هعرف برمج الكمبيوتر عشان اتعرف على مين، تمام، على الكاركترز ديت. يبقى لازم اعمل ايه؟ الجا للماشين ليرنينج، اعلم الاله. اتفقنا على كده؟ فهمنا ايه الفرق؟ خلاص، فده اللي احنا ايه؟ تمام، هنتكلم عليه. ايه هو الفرق بقى مين؟ خلاص، بين تمام التراديشنال مين؟ بروجرامينج والماشين ليرنينج. متاسف دي بس غلط كده. التراديشنال بروجرامينج خلاص، اللي بيبقى حاصل عندي داتا وعندي بروجرام، الكمبيوتر هيروح ينفذ البروجرام ديت، عدده ديت، عشان يطلع لي مين؟ يطلع لي الاوتبوت. في الماشين ليرنينج خلاص، انا ما عنديش بروجرام، انا ما عنديش النو هاو بتاعت التعرف على مين، خلاص، على هاند ريدنج كاركترز، مش قادر اوصف العمليه بتتم ازاي عشان احولها لانستراكشنز، تمام. انما عندي داتا وعندي الاوتبوت بتاع الداتا ديت، ده حرف ايه وده حرف الايه وده حرف الايه وده حرف الايه وده حرف البي وده حرف البي، فكل واحد من دولت انا عندي الصوره وعارف الاوتبوت اللي انا عايز اطلعه، ده حرف بي وده حرف بي وده حرف ايه 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 ايه، صح كده؟ فهاخد مين؟ هاخد الداتا ديت بالاوتبوت بتاعها اللي نفسي ايه، تمام، يطلع، واروح ادخلهم للكمبيوتر عشان يتعلم، خلاص، والاوتبوت بتاعه يبقى هو اللي عباره عن البروجرام
ان بعد كده لو دخلت له داتا يعرف يطلع لي الاوت. اتفقنا على كده؟ يبقى ده بالنسبه لنا الفرق بين مين؟ التراديشنال مين؟ بروجرامينج، والماشين مين؟ والماشين ليرنينج. فامتى بقى هنستخدم الماشين ليرنينج؟ خلاص تمام، هنستخدم الماشين ليرنينج لو ما عنديش اكسبيرينس تمام للهيومن في مجال ما، زي النافيجيشن على مين؟ على مارس، على المريخ. ما رحناش المريخ قبل كده، فما عندناش اي اكسبيرينس عنه. ففي اللحظه دي لازم يبقى في عندي مين؟ ماشين ليرنينج. خلاص ما اعرفش حاجه بتتعمل ازاي، ما اعرفش ايه اللي هيتم. انفايرمنت بالنسبه لنا انون، بس عايز مين؟ عايز الروبوت بتاعنا يتعامل. خلاص ففي اللحظه دي يبقى لازم ماشين ليرنينج. خلاص عندي تمام هيومن اكسبيرينس، بس للاسف خلاص مش قادر اوصفه زي السبيتش ريكوجنيشن. انت بتتعرف على مين؟ على السبيتش وعلى الكلمات، وكل واحد فينا بيسمع اي حد بيتكلم بيفهم هو بيقول ايه. خلاص تمام، فانا بكلمكم دلوقتي ان شاء الله الناس فاهمه احنا بنقول ايه. خلاص على الاقل فاهمه مين؟ فاهمه ايه هي الكلمات اللي بتتنطق. ازاي بقى الكمبيوتر يفهم الكلمات بتاعتنا؟ الموضوع مش سهل خالص، وبالتالي مش هقدر اوصف الكلام دوت في شكل مين؟ مجموعه من الستيبس عشان اقدر اكتب مين؟ بروجرام يتعرف على مين؟ على السبيتش بتاعنا. يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى لازم اروح استخدم الماشين ليرنينج عشان نعلم الاله تتعرف على مين؟ على السبيتش بتاعتي. خلاص طب لو كمان المودلز بتاعتي ماست بي كاستمايزد، المودلز بتاعتي ما عنديش موديل واحد يفت مع كل الحاجات، ده انا عندي مودلز مختلفه تمام وهتختلف من سيتويشن لسيتويشن تاني. زي الطب الشخصي، ان احنا دلوقتي خلاص الناس تقول لك ايه، لا ده ما ينفعش ان يبقى في عندي دواء واحد يمشي لكل الناس، ده الناس دي عندها جينز مختلفه والدي ان ايه بتاعهم مختلف، وابتدينا ندخل في تفاصيل تانيه. خلاص تمام، اللي تخلي كل انسان يبقى ليه الدواء المناسب لكل مرض بالنسبه له. ابتدينا ندخل بقى في حته تانيه خالص، مش عارفين جينز وحاجات زي كده. طب ما تيجي نعمل كلاسيفيكيشن كلاسترنج للناس على حسب الجينز بتاعتهم والسيميلاريتيز بتاعت الجينز بتاعتهم واستجابتهم للادويه، وبالتالي نقدر نقول بقى ان الدواء ده ينفع للشخص ده خلاص اللي بالصفات الوراثيه ديت، انما ما ينفعش للناس التانية. طيب ده هيتم ازاي؟ ماشين ليرنينج. خلاص تمام، المودلز بتاعتي موجوده بس بيزد على مين؟ هيوج اماونت اوف داتا، عندي ده كبير قوي. خلاص تمام، مش هينفع اتعامل معاها تمام بالاسلوب العادي بتاع الديشن بروجرامينج. خلاص زي الدي ان ايه، الناس مش تخيل حجم الدي ان ايه قد ايه. ففي اللحظه دي بلجأ لمين؟ لماشين ليرنينج. بس مش في كل حاجه ماشين ليرنينج في حياتنا. خلاص ماشين ليرنينج لما يكون في عندي تمام اكسبيرينس مش موجود عندي تمام، ما عنديش ناس خبراء في مجال. خلاص او عندي خبره في مجال بس مش قادر اوصفها في شكل برنامج، او المودلز هتختلف هتبقى كاستمايزد من ايه؟ من سيتويشن لسيتويشن تاني، كل ده ماشين ليرنينج. خلاص انما لما تيجي تقول لي انا عايز احسب مين؟ المرتبات، ده مش ماشين ليرنينج، ده تراديشنال بروجرامينج. عايز احسب الفاكتوريال، تراديشنال بروجرامينج. اتفقنا على كده؟ خلاص يبقى مش كل حاجه بنروح لمين؟ للماشين ليرنينج. خلاص تمام، تعال نبص كده على مين؟ على اكزامبل. ايه رايكم؟ عايز تعرف على رقم 2 اللي موجود في الصوره. خلاص عشان يتعرف على رقم 2 اللي موجود في الصوره تمام، بالنسبه لنا احنا كهيومن خلاص الدنيا سهله، انما بالنسبه للكمبيوتر لا، الدنيا مش سهله خالص. زي ما احنا شايفين كده كل اللي متعلم ده في بوكسز ديت، دي بالنسبه لنا عباره عن مين؟ عباره عن ايه؟ الرقم ايه؟ 2. خلاص طيب اللي هو ايه؟ اللي هو يتعرف عليه ازاي؟
هي الستيبس اللي لو مش على الكمبيوتر تعرف عليه، ما عنديش حاجة أقدر أقولها له، إنما أنا شايف إن كل دولت هم اتنينات، صح؟ طب ما تيجي بقى ندخلهم لمين؟ للكمبيوتر، ونعرف إن كل دول اتنينات، ودولت الوحايد، ودي الأصفار، ودي الأربعات، ودي الخمسات، أنتو سون، ودي الستة، خلاص تمام، ودي السبعة، ودي التمانية، خلاص أهيت تمام، ودي التسعة. ونبدأ ان ايه نعلم الكمبيوتر ونقول له ان كل واحد من دول عبارة عن اتنين او واحد او ثلاثة، ونبدأ ايه نعلمه ازاي يتعرف على مين، على الكاركتر، ان هو يروح هو في باترن موجود، خلاص الباترن دوت تمام، احنا بنشوفه بنعرف على طول، بس الباترن ده اوصفه ازاي مش عارف، مش ماسكه بايديا، ففي اللحظة دي هستخدم مين؟ الماشين ليرنينج. زي ده لو احنا عايزين نديفاين ايه هي التري، سؤال مش سهل على فكره والله، خلاص رغم ان التري حاجه سهله بالنسبه لنا نتعرف على التري، فالتري ممكن نقول ان هي عباره عن براون ترانك، خلاص تمام، بينمو مين تمام لفوق، خلاص وبيتفرع منه مجموعه من مين، من ليفز، مجموعه الافرع، اه ماشي تمام، دي الشجره، خلاص طب هتعرفها ازاي للكمبيوتر عشان يتعرف على الشجره، خلاص هل دي بالنسبه لي شجره؟ ما هو ممكن اقول ان ده عباره عن مين؟ ترانك، ودي الليفز بتاعتي، الافرع بتاعتي، خلاص تمام، الكمبيوتر ممكن ياخدها ان هي كده، لا انما دي مش ايه؟ مش تري، انما دي تري، خلاص تمام، فدي تري، دي تري، الصوره دي فيها تري، انما دي لا، دي لا، دي لا، دي لا، انصر، خلاص. فالتري لو انت جبت طفل عنده 3 سنين وقلت له ايه هي التري؟ فين الصوره اللي فيها تري؟ هيقول لك كل بساطه دي تري، انما دي لا مش تري. خلاص تمام، بس ازاي هعلم الكمبيوتر بقى يقول لي ان دي تري ويعرف ان دي تري؟ مش سهله. خلاص محتاجين ماشين ليرنينج. خلاص من ضمن الحاجات اللي محتاج مثلا فيها الماشين ليرنينج ان احنا نعمل ريت تمام، او ريتنج للموفيز، نقيم الافلام ونصنفها عشان نقدر نعمل ريكومنديشن سيستم لشركه زي نتفليكس. انت لو عملت لها ريكومنديشن سيستم، ريكومنديشن سيستم ده حسنت في البرفورمانس بتاعته ب 10%، بس الناس دي مستعده تدي لك جائزه مليون دولار، ما هي هتكسب ملايين، خلاص تمام، بحيث ان الناس وهي بتتفرج، خلاص تمام، وانت بتتفرج يطلع لك مجموعه من الريكومنديشن على حسب مين تمام، على حسب ذوق حضرتك، خلاص اللي يخليك تقعد طول النهار تمام قاعد بتتفرج على افلام وهم بيكسبوا، فيجيب لك الحاجات اللي هي تتفق مع الذوق العام بتاعك، انت بتحب ايه، خلاص تمام. بس الكلام ده مش سهل، بس في ميزه ان نتفليكس عندها داتا، عندها داتا عن كل واحد هو اتفرج على ايه، وفي نهايه الفيلم بعد ما اتفرج عليه مثلا تقول له اعمل لي مين تمام ريتنج، قيم لي الفيلم، فيبدا يقيم الفيلم، فممكن نستخدم الكلام ده كله اللي هي البريفيس مين، خلاص ريتنج، خلاص في ان احنا نعمل حاجه اسمها فيوتشر ريتنج، خلاص ف ذوق المشاهد، خلاص وايه هي الكونتنت بتاعت الموفي، ممكن عن طريقهم تمام نعرف الفيور مين ريتنج، نستنتجه، خلاص تمام. ما عنديش طبعا معادله سحريه عشان استنتج بيها مين الفيور مين ريتنج، انما ايه اللي عندي، اللي عندي خلاص داتا موجوده عند نتفليكس، خلاص اقدر استخدمها في ان انا ايه اصنف الافلام بتاعتي على حسب ما المشاهد بتاعنا ماله بيفضل، اتفقنا على كده، خلاص ففي باتر موجود بس احنا لسه ما نعرفوش، مين اللي يعرفه لنا؟ الماشين ليرنينج. يبقى مره تانية انا بستخدم الماشين ليرنينج لما ابقى في باترن موجود في داتا بس انا مش قادر استنتجه،
فبروح ألجأ لمين او انا مش عارف، فبلجأ للماشين ليرنينج عشان تعرفه لي، تعرفني ايه هو الباترن اللي بيربط الانبوت بالاوت، ده الانبوت وده الاوت، ايه الباترن، ايه الفانكشن اللي هتحول لي من الانبوت ده للاوت ده، خلاص انا مش عارفه، مين اللي هيعرفاني؟ ان شاء الله الماشين ليرنينج. الكريدت ابروفل، واحد جاي يطلب كريدت كارد او واحد جاي يطلب حتى ان هو ياخد لون كارد، خلاص تمام، نديله ولا منديلوش كريدت كارد، نديله كارد ولا منديلوش، بناء على ايه؟ ما انا بالتاكيد هدي كارد لاي حد خلاص عنده الابيليتي ان هو يسدد الكارد بتاعه، او هدي حد كريدت كارد خلاص كارت ائتماني تمام، لو هو عنده القدره ان هو يسدد الحاجات اللي بيشتريها بكريدت كارد بتاعه خلاص. طيب نعملها ازاي؟ ما تيجي نستخدم الداتا الافيلابل بالنسبه لنا، السالري بتاعه، الديبت بتاعه، خلاص عاد سنوات الاقامه بتاعته فين؟ في نفس المكان، ونستخدمها في ان احنا نقول اه نديله نابروف الكريدت ولا لا. خلاص طبعا في عندي ده كتير ايج وجندر ومش عارف ايه وبتاع، انا هسلكت الحاجه المهمه خلاص تمام، ممكن السن ممكن يكونش حاجه مهمه، الجندر مش تفرق بين راجل وست، انما المرتب اللي بياخده تمام، الكرود اللي كان واخدها قبل كده، هو قعد تمام في الوظيفه بتاعته كام سنه، مستقر ولا لا، هو مستقر في مين، في السكن بتاعه ولا لا، الكلام ده ممكن يديني مين انديكيشن ان انا ايه اوافق على الكريدت بتاعه او لا. خلاص برضو نفس الحكايه، ما عنديش ماجيك كريدت ابروفال مين فورمولا، ما عنديش فورمولا دي، خلاص اقوم مدخل البيانات دي فيها فيقول لي اه وافق لا ارفض، ما عنديش، انما عندي داتا كتيره قوي خلاص لناس تمام طلبت كرود خلاص او طلبت كريدت تمام، ومين فيهم قدر يوفي بالكارد بتاعه ويسدده ومين لا، فنبدا ندرس السيتويشن ديت خلاص تمام، وناخد تمام البارامتر خلاص او الداتا المناسبه لمين او الفيتشرز المناسبه لمين للبروبلم بتاعتي، ونبدا نحاول نطلع مين الماجيكال مين تمام فورمولا ديت خلاص، المعادله السحريه الباترن اللي هو موجود بس احنا مش عارفين، اتفقنا على كده خلاص. طيب الدنيا بتاعتي ممكن نشوفها ازاي؟ نشوف ان في عندي تمام مجموعه من الفيتشرز تمام اللي هي السالري والديبت واليرز ان مين ريزيدنس خلاص، فدي كده تمثل لي خلاص تمام، هنقول عليها من هنا ورايح ريكورد اكس، فعندي ريكورد لشخص هيبقى بيحتوي على مجموعه خلاص من المعلومات اللي بعد كده هنبقى نسميها فيتشر، بس ما عنديش ريكورد واحد اكس، انا عندي اكتر من مين، من ريكورد اكس واحد وعندي اكس اتنين اللي هما بيكونوا مين السيت الكبيره اكس كابيتال تمام، وزي ما احنا شايفين كل واحد من دولت عباره عن رقم خلاص، فالاكس ديت بتنتمي لمين؟ للار ريل نمبرز خلاص اه، بس بتتكون من كام واحد؟ من واحد اتنين تلاته اربعه، يبقى ار تو ذا باور فور خلاص، الاكس دي بتتكون من اربع ارقام ريل، فبيلونج لمين؟ تمام لمين؟ ار تو ذا باور فور، اكن بشوف فور دايمنشن خلاص، والاكس كابيتال دي عباره عن مين؟ عبارة عن الهول انبوت ديت خلاص، انما الاكس السمول دي هي الريكورد اللي عندنا خلاص. طب انا هوافق ولا لا لكل واحد من دولت اكس واحد؟ انا كان عندي معلومة خلاص تمام، هو والله الراجل دوت
نجح ان هو يسدد، فيبقى ده لو الباترن ده جالي نفسي اوافق. انما الراجل ده اكس 2 منجحش ان هو يسدد، يبقى دوت لو جالي حد زيه ارفض، فده اللي هو الاوبوت واي. والاوبوت واي هنشوف بقى واحد ولا صفر، او ممكن نمثله بناقص واحد ومين وبوستف واحد، يا بوستف 1 اللي انا هقبله ونيجاتيف 1 اللي انا هرفضه. فالواي ديت هتبقى واي اوبوت او ليبل، هنبقى نسميه كده لكل ريكورد. طب انا عندي كام نوع من ليبلز؟ يا اما بوستيف 1 يا اما نيجاتيف 1، فدي السب سيت او دي السيت بتاعتي اللي هي بتاعت الاوتبوت كابيتال واي. ايه اللي انا عايز اعمله؟ عايز اوجد الريليشن اللي بتربط لي الاكس بالواي. خلاص في عندي دلوقتي فانكشن معينه لما ادخلها الاكس هتديني الواي. الفانكشن ديت هي دي التارجت اللي بتطلع عليها، ده الباترن اللي بيماب من الانبوت سبيس للاوتبوت سبيس، بس التارجت فانكشن ديت هي انون. امال ايه النون بالنسبه لك؟ الداتا سيت هي النون بالنسبه لي. اكس 1 اللي هو بتاع واي 1، اكس 2 اللي هو بتاع واي 2، اكس ان اللي هو بتاع واي ان. وده دي كلها كان في فانكشن اف تمام بتربط العلاقه بين اكس اوف ان ومين؟ واي اوف ان. بس الفانكشن اف دي اللي انا مش عارفها هي بالنسبه لي الانون، هي موجوده بس ايه هي ما اعرفهاش. ما تيجي نعمل ليرنينج عشان نتعرف عليها. اتفقنا على كده؟ طيب الليرنينج دوت يعني ايه ليرنينج؟ يعني انا عايز اسيرش عن فانكشن تعمل مابنج من اكس لمين؟ لواي، صح كده؟ طيب الفانكشن ديت اللي هي الاف اللي هتماب من اكس لمين؟ للواي، طبعا لكل الايه الانبوت ريكوردز، وهتطلع لي تمام كل الاوتبوت ايه تمام ريكورد تمام ليبلز بتاعتي. في اللي بيحصل بروح افترض مجموعه من الهايبوثيسز تمام اللي ممكن تعمل لي تمام مابنج من اكس لمين؟ لواي. فعند مين؟ تمام مجموعه من ايه؟ تمام الهايبوثيسز اللي ايه؟ المرشحه ان هي ممكن تكون هي الاف. وهبدا اجرب كل الهايبوثيسز ديت. هجرب الهايبوثيسز الاولانيه اكس اتش 1 واتش 2 وهكذا مجموعه من الهايبوثيسز. خلاص مجموعه من مين؟ من الافتراضات للفانكشن ديت. خلاص بهدف ايه؟ بهدف نختار هايبوثيسز جي اللي هي عباره عن واحده من دولت. خلاص الجي ديت اللي انا هختارها خلاص نفسي تكون هي مين؟ الاف اللي انا مش عارفها. خلاص تمام. فالاف دي احنا مفترض ان هي فيكسد بس مالها انون. خلاص ومجموعه الهايبوثيسيس ديت هي دي اللي احنا هنجرب نختار واحده منهم. خلاص تمام على امل ان الجي تطلع هي مين؟ هي الاف. فبقى خلاص نجحت ان انا استخدم الجي لاي بقى ريكورد هيجي لي جديد في ان انا اطلع مين؟ الواي بتاعته. في مشاكل في الكلام دوت؟ تمام. طيب يبقى كلمه دلوقتي تعال نحط سامري كده للليرنينج مين؟ سيت اب بتاعنا. خلاص انا عندي unknown target function مش عارف اف اللي هي بتعمل مابنج من مين؟ من الانبوت سبيس لمين؟ الاوتبوت سبيس. امال ايه اللي انت عارفه بقى؟ عارفه مجموعه من تمام التريننج ايه؟ اكزامبلز، مجموعه من الاكسبيرينس. لما كان الانبوت بتاعنا تمام ريكورد اكس 1 اداني واي 1، اكس 2 اداني واي 2، اكس ان اداني مين؟ واي ان. خلاص هدخلها على مين؟ على الليرنينج مين؟ الجوريزم مع مجموعه الهايبوثيسز تمام اللي احنا هنسيرش على الفانكشن بتاعتي جواه. خلاص على امل ان ايه الليرنينج الجوريزم ينجح ان هو يختار واحد من الهايبوثيسز دولت هنسميه جي
ده اللي اختاره هنسميه جي، بحيث ان جي ديت خلاص تكون اتمنى ان يكون هي هي تيبيكال مين الاف، او ايه اقرب حاجه لمين للاف بتاعتي اللي هي التارجت مين فانكشن. طيب تعال نبص كده على بعض الايه التاسكس اللي هي احسن حاجه ان هي تتحل عن طريق المشين ليرنينج. اول حاجه ريكوجنايزنج ايه باتر، لو انت عايز تتعرف على الباتن زي الفيشل تمام انتيتيز او الفيشل ايه اكسبريشن، تعرف على الاشخاص من وجوهها، او تعرف على الاكسبريشن الراجل دوت هابي الراجل دوت حزين الراجل دوت ايه عن طريق مين ملامح وشه خلاص. ففي اللحظه ديت احسن حاجه هي انت بتقدر تعرفها، بس هل تقدر توصف الاكسبيرينس ديت وتحولها لكود؟ لا، يبقى روح ماشين ليرنينج. الهاند ريتن او السبوكن ووردز، خلاص ان انت تتعرف على الكلمات المكتوبه او الحروف المكتوبه، او تتعرف على الحروف المنطوقه او الكلمات المنطوقه برضو انت شاطر فيها خلاص كهيومن، بس تعرف تحولها لكود؟ لا، يبقى روح الماشين ليرنينج. الميديكال ايمجز، ان انا اتعرف على مين على الامراض اللي جواه، خلاص الطبيب شاطر قوي في ان هو يبص على الايه على الاشعه او السونار او وات ايفر ويقول الراي الطبي فيه. طيب تعال نحوله لبرنامج، لا صعب، يبقى لازم الجا المشين ليرنينج. خلاص ان انا اجنريت باترن، اجنريت صوره او موشن سيكونس، خلاص تمام. فنفس الحكايه هنستخدم المشين ليرنينج. ان انا اجنايز الايه انوماليز، خلاص لو في اي حاجات شاذه زي مثلا كريدت كارد ترانزاكشن، خلاص في فرود، في واحد داخل ايه بيستخدم مين رقم بتاع كريدت كارد والارقام دي بتاعت تمام، واحد ده محتال، فنفسي ان انا ديتكت الايه الحاله الشاذه دي ترانزاكشن الشاذ دوت خلاص تمام. عندي سنسور ريدنج، خلاص بس ارى معلومه غلط تمام، فنفسي ان انا بريدكت مين تمام المعلومه الغلط ديت خلاص تمام. في عندي فايل وصل لي والفايل ده بيكونتين فايروس خلاص تمام، فنفسي ان انا ازتكت ان ده فايروس خلاص مش فايل عادي تمام، في فيروس وهيدمر لي جهاز الكمبيوتر بتاعه وهيدمر لي السيستم بتاعه خلاص. في اللحظه دي احسن حاجه تعالى استخدم مين المشين ليرنينج خلاص تمام. الاسهم ان احنا نتوقع الزياده بتاعت سعر السهم او خلاص يقل او يثبت، فده مشين ليرنينج خلاص تمام. العملات بتاعتنا وازاي قيمتها بتتغير، ده مشين ليرنينج. يبقى دي اكزامبلز لمين للماشين ليرنينج، مين تاسكس تمام او تاسكس ما تتحلش الا عن طريق مين الماشين ليرنينج خلاص. بعض الابلكيشنز مش هدخل فيها كتير، ده دي ان شاء الله هنشوفها خلال الايه واحنا شغالين. الويب سيرش خلاص، يعني انت بتسيرش تمام بكي ووردز. على فكره احنا مختلفين، فكي وورد بالنسبه لي ممكن تعني حاجه وبالنسبه لواحد تاني تعني حاجه تانيه خالص، فما ينفعش ان جوجل سيرش انجن وهو بيسيرش يطلع لنا كلنا نفس الريزلت. المفترض يتعرف علينا احنا خلاص، وبناء على معرفته بينا خلاص يروح يطلع لي تمام الريزلت اللي ده تناسب معه خلاص هواياتي. خلاص انا بسيرش عن شخص تمام، بس اسم الشخص دوت انا حد بتاع كوره، طول النهار بتفرج على كوره واتفرج على حاجات على اليوتيوب بتاع الكوره وحاجات زي كده، فالشخص ده ممكن يكون لاعب كوره، فانا بسيرش يا ريت يجيب لي لعيبه الكوره الاول، ما هو طبيعي خلاص. واحد تاني لا 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 ده واحد بتاع قرايه وكتب وده اسمه مؤلف خلاص، فمفترض ان هو بيطلع له الريزلتس ما يطلعلوش لعيبه الكوره في الاول، طلع له الحاجات اللي هي بتبلونج للمؤلف دوت الاول خلاص تمام. فالكلام ده هيتم ازاي؟ هيتم ان هو يتعرف على مين هو اليوزر اللي بيعمل مين تام سيرش، فعشان يطلع له مين السيرش ريزلتس المناسبه ليه تمام. فده ماشين ليرنينج.
الكمبيوتيشنال بيولوجي مش هقعد بقى اتكلم عن كل حاجه، الفاينانس، الاي كوميرس، السبيس اكسبلوريشن، الروبوتكس، خلاص السوشيال نتورك، اريز كتير قوي، في ابلكيشنز كتير قوي. تمام، لمين؟ للماشين ليرنينج. الجديد اليومين دولت خلاص تمام، والموضوع بقى تريندي قوي والناس شغاله فيه مثلا كتير، الاوتونوموس كار. من يونيو 2011 ولايه نيفادا قالت لك والله لو انت عندك القدره تعمل اوتونوموس كار وتسوق لوحدها في الطريق، مسموح ان العربيات تبقى تمام فيها اوتو درايفر يسوق. طبعا بعد كده من 2013 انضمت ليها مين؟ ولايات تانية زي فلوريدا وكاليفورنيا ومين؟ وميتشيجن، وفي الولايات المتحدة دلوقتي شغالين بسم الله ما شاء الله على حتة الاوتونوموس كار، ونفسهم ان هم يوصلوا الليفل ان خلاص ان اللي بيسوق العربيات كلها يبقى مين؟ اوتو درايفر، ما يبقاش مين؟ ما يبقاش انسان، عشان اللي هو الحوادث وما الى ذلك. خلاص الكلام ده بيتطلب ايه؟ ان الكار بتاعتي يكون عندها القدرة ان هي تسنس الانفايرمنت اللي هي فيه. فخلاص ده هيتم عن طريق مجموعه من السنسور، الليدارز والكاميرات وال 360 ديجري كاميرز وحاجات زي كده. خلاص تمام، بس عشان اسوق عربيه هقدر احط رولز واقدر احول الكلام ده للانستراكشنز؟ لا، امال ايه؟ هتعلم من الاكسبيرينس، اجيب الناس اللي بتسوق تمام صح خلاص، ونشوف ايه هي تمام الاكشنز اللي بياخدوها اثناء السواقه خلاص، ونعلمها لمين؟ الدرايفر بتاعنا، عشان يبدا ايه تمام يبيهيف زي مين؟ زي الايديال درايفرز دولت خلاص تمام. فيبدا بقى يسنس الانفايرمنت بتاعنا كله، ويبدا يحدد مين؟ الباث بلاننج بتاعه، وبعدين يبدا يعمل موشن بلاننج، يتنقل من حاره لحاره، ويبدا يبطئ ويسرع خلاص العربية، ويوقف العربية على حسب مين؟ على حسب السيتويشن اللي موجود بالنسبة له، وحسب اللي هو اتعلم خلاص. اي الكلام ده بيتم دلوقتي عن طريق حاجة ادفانسد من الماشين ليرنينج، حاجة اسمها مين؟ الديب ليرنينج، اللي هو بقى حاجة مشهورة قوي من دولت، وبقى حاجة ترندي وموجودة في تمام في كتير قوي من مين؟ من الهيدلاينز اللي ايه؟ اللي موجودة دلوقتي فين؟ في الصحف العالمية وفي المواقع اللي ايه؟ العالمية، وبقى خلاص واخد ايه؟ تمام اهتمام كبير قوي خلاص في ان هو يحل لي مين؟ المشاكل بتاعت مين؟ الماشين ليرنينج خلاص تمام. الراجل دوت ما هو الا نيورال نتورك بس بمالتيبل مين لايرز خلاص، هو عنده القدره ان هو يتعرف على يحدد مثلا الفيس موجود فين في الصوره، ويقول لك ده سمايلي فيس ولا لا، ويعرف لك الشخص دوت ايه هو خلاص. فبقى عند الديب ليرنينج خلاص تمام قدره ان هو يعمل ايه؟ تصرفات كتير قوي. فمش هضيع وقت فيه ان شاء الله، بس اامل ان شاء الله في نهايه الكورس يبقى في عندنا وقت نتكلم عن مين؟ عن الديب ليرنينج. فمثلا صوره زي ديت اهيت خلاص باستخدام الديب ليرنينج قدر يحدد لي ان ده طريق خلاص، فده طريق وده طريق، رود 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 رود، انما عارف يقول ان دي كار ودي كار ودي كار ودي كار ودي كار خلاص، وان ده بيلدينج وده بيلدينج وده بيلدينج وده بيلدينج خلاص. فقدر يعرف لي كل حاجه موجوده، كل الكونتنتس الموجوده فين في الصوره باستخدام مين؟ باستخدام الديب ايه ليرنينج. طيب ايه هي انواع الليرنينج؟ خلاص انواع الليرنينج خلاص، سوبرفايزد ليرنينج، ان سوبرفايزد ليرنينج، سيمي سوبرفايزد، وري انفورسمنت مين ليرنينج. السوبرفايزد ليرنينج خلاص، وده بيبقى في عندي تريننج داتا، بس الداتا بتاعت اللي داخله لي الريكوردز اللي موجوده اكس 1 واكس 2 خلاص. اكس 1 دوت انا عارف الليبل بتاعه اللي هو 1، واكس 2 عارف الليبل بتاعه اللي هو 2، الاوتبوت المفترض يطلع. فده بسميه مين؟ هو تمام سوبرفايزد. اكس 1 ده مفترض يطلع لي واي 1، اكس 2 ده مفترض يطلع لي واي 2، اكس 3 دوت مفترض يطلع لي مين؟ تمام واي 3 اند سو. فالداتا اللي عندي ليبلد، فدي بالنسبه لنا الداتا الريكوردز بتاعت الداخله، ودي عباره عن مين؟ الليبلز بتاعتها خلاص. بعد كده لما يدخل لي تمام اكس جديده خلاص، بناء على اللي انا علمته هيبدا يعمل لها كلاسيفيكيشن، ويقول لي ايه الاوتبوت المناسب ليها
فده مين؟ supervised mean learning. الـ unsupervised learning لا خلاص، انا عندي مين؟ انا عندي داتا خلاص، بس ما اعرفش تمام الليبلز بتاع الداتا ديت، فالداتا اللي عندي مالها؟ unlabeled data، ما فيش ليبلز ليها. طيب امال هروح اعمل ايه؟ هروح تمام اعمل مثلا كلاسترنج للداتا ديت على حسب السيميلاريتيز بتاعتها، اصنف تمام الداتا ديت لكلاسترات تمام على حسب تمام السيميلاريتيز بتاعتها. الناس دي في حاجات مشتركه ما بينها، الناس دي حاجات مشتركه ما بينها، والناس دي عندها حاجات مشتركه خلاص. فيبدا يعمل ايه؟ يبدا خلاص تمام يصنف الانبوت داتا على حسب مين؟ السيميلاريتيز، ويقسمه لمين؟ لمجموعه من الكلاسترات. السيم سوبرفايزد خلاص من اسمه عندي جزء ماله labeled وجزء unlabeled خلاص تمام، وعايز ايه تمام يحل لي مشكله من المشاكل بتاعته خلاص. فيبدا ايه يستخدم السيمي مين؟ supervised mean learning. reinforcement learning لا، ده حاجه بتستخدم الريورد المكافئات خلاص على حسب الاكشن اللي هو بياخده، عمل اكشن كويس ياخد الريورد بالبوزيتيف، عمل اتنقل من ستيت لستيت تمام غلط تمام فياخد ريوردز بالنيجاتيف، وعن طريق الريوردز ديت يبدا يعلم نفسه عشان بعد كده ياخد مين؟ الاكشنز مين؟ الصح على طول. فالسوبرفايزد ليرنينج عندي مثلا تمام حاجه زي ديت خلاص، بقول دلوقتي انا عندي داتا خلاص متسجله مثلا من 1970 لغايه مين؟ 2020 لمين؟ خلاص لمعدل مين؟ تمام الجليد اللي موجود في البحار بتاعت مين؟ القطب خلاص تمام، شمالي او جنوبي تمام. في اللي حاصل في الثمانينات اهيت القيم بتاعت مين؟ الثلج اهوت خلاص بالسكوير كيلومتر خلاص، في التسعينات في الالفينات 2010 انسون خلاص. طبعا نتيجه للجلوبال وورمنج اللي بيحصل كميه الجليد مالها اللي موجوده في البحار بتاعت مين؟ اللي ايه؟ القطب الشمالي او الجنوبي مالها؟ عماله بتقل خلاص. طيب الجلوبال وورمنج ده مودينا لفين؟ معدل الميه اللي في البحار ده هيزيد بقد ايه؟ والجليد ده هينقص بمعدل قد ايه بعد كده؟ خلاص فنفسي نبريدكت مين؟ الفورمولا اللي ماشي بيها. فانا عندي جاست شويه داتا، فايه اللي هيحصل؟ عايز ابريدكت بقى خلاص. انا عندي دلوقتي ده الاكس وده الواي، ايه الفانكشن بقى اللي بتربط اكس دي مع واي ديت عشان يبقى الواي بتساوي الاف اوف اكس؟ اتفقنا على كده خلاص. فمثلا ممكن استخدم مين؟ اللينير ريجريشن، واوجد مين؟ معادله الخط المستقيم اللي هي بتفت مع الداتا ديت، او اوجد مين؟ الكيرف فيتنج للداتا ديت باستخدام مين؟ المشين مين؟ المشين ليرنينج، عشان اقدر بعد كده ابريدكت امتى هيبقى في عندي مشكله، وامتى هيحصل تاكل ليه؟ للشواطئ، وهيحصل بنسبه قد ايه؟ انسق خلاص. اتفقنا على كده تمام. كلاسيفيكيشن ده كان نوع من انواعها اللي ايه؟ تمام سوبرفايزد ليرنينج اللي هو الريجريشن. في نوع تاني كلاسيفيكيشن خلاص، عندي مجموعه من الاورام لمجموعه من المرضى، فكان في عندي مجموعه من التومرز خلاص دي مرضى، وكانت التومر ده كان ماله؟ بمي حميدي، ورم حميدي خلاص، وعندي مجموعه من الاورام موجوده تمثل مين؟ تمام اعوذ بالله بريست كانسر خلاص تمام. طيب هنتعرف على ان الورم ده بقى خلاص، هل هو كانسر ولا بناين؟ تعرف عليه ازاي؟ هل عن طريق سايز؟ من الجايز
اه بس لما رحت ادرس لقيت ان في عندي حاجات بنعين خلاص اهيت من سايز صغير لغاية سايز اهوت، والحاجات اللي هي كانت مش بنعين برضو من سايز دوت، واحنا ماشيين كده. فلو انا بصيت عن طريق السايز هيبقى في عندي مشكلة في ان انا اكاليسفاي خلاص التومر دوت انسى كان بنعين ولا لا. خلاص في عندي اهوت جزء اهوت ماله متداخل مع بعضه، تمام. ففي اللحظه ديت تمام ان انا استخدم بس جاست السايز بتاع التومر مش حاجه صح، انا محتاج ازود فيتشر تاني وليكن الايدج. فالسايز مع الايدج، ادي الايدج اهيت وده السايز خلاص تمام. كل ما الايدج يبقى صغير حتى لو التومر كبير يبقى في احتمال كبير ان هو يكون ماله بناي، تمام. انما كل ما الاتش ما بيزيد خلاص، والله لو السايز بتاعنا كبر فاحتمال اكبر ان هو يبقى ماله يبقى مش بناي خلاص. فابدا احط مين بارامتر بحيث ان اقدر في النهايه اقدر اكلاسيفاي خلاص تمام الورم بتاعنا. فاي حاجه اي بعد كده ورم هنشوف السن كام والسايز قد ايه، فاقدر اقول ان ده والله مش بناي، ده سن ده تمام مع السايز دوت لا ده بناي خلاص. يبقى ده نوع من انواع مين، من انواع سوبرفايزد مين ليرنينج. طب الان سوبرفايزد ليرنينج ناخد له اكزامبل كده خلاص تمام. عندي مجموعه من الداتا ملهاش اي ليبل خلاص تمام، بس الداتا ديت ينفع اعملها مين كلاسيفاي كلاسترنج ولا ايه متاسف خلاص. واروح اشوف كل مجموعه من الداتا خلاص قريبين او من بعض متشابهين مع بعض في سيميلاريتي ما بينهم ونعمل لهم مين تمام كلاستر. فلما يجي لي اي حد تاني بعد كده اقدر اخليه بلونج الكلاستر من دول اتفقنا على كده خلاص. يبقى ده نوع من انواع مين خلاص، من انواع الان ايه سوبرفايزد ليرنينج. زي ما كنا اتكلمنا قبل كده على الجينز بتاعت الانسان، وانا ممكن اصنف الناس اللي عندنا على حسب مين السيميلاريتي بتاعت الجينز اللي بين خلاص، عشان بعد كده ممكن ابقى اوصف لهم ادويه ينفع مع الكلاستر ده وما تنفعش مع الكلاستر تاني تمام. فبروح اشوف السيميلاريتي اللي ايه اللي ما بينهم خلاص. السوشيال نتورك خلاص، التوجهات السياسية بتاعتكم وانتوا قاعدين على السوشيال نتورك عايزين نتعرف عليه خلاص. فهنبدأ ناخد مين الوسطات، انا ما اعرفكش اصلا ما اعرفش ايه توجهك السياسي، بس نشوف الناس القريبين من بعض في الاراء ونبدأ نعمل لهم كلاستر خلاص تمام. الفرجة على اليوتيوب خلاص ممكن برضه اخدها عن طريق السوشيال نتورك، الاشخاص القريبين من بعض في تام بعض الهوايات فاحنا ممكن نريكومند ليهم حاجات معينه خلاص. الماركت سيجمنتيشن ده عن سوبرفايزد ليرنينج خلاص، الناس بتاعت مين الاسترونوميكال مين ذات برضه ده عباره عن مين عن سوبرفايزد مين ليرنينج. البلايند سورس سيبريشن خلاص تمام، عندي سبيكر اولاني وسبيكر تاني وعندي خلاص نويز جايه من مين، من ناس تانية بتتكلم في الخلفيه بتاعتنا خلاص، وفي اتنين بيتكلموا وفي ناس بتتكلم في الخلفيه وفي موسيقى وفي حاجات كتير قوي، وعندي جاست تو مايكس تمام بيركوردوا الاصوات تمام. فالمايك الاولاني بياخد من السبيكر الاولاني ومن السبيكر الثاني وجزء منين من الكراود اللي حوالين، المايك الثاني نفس الحكايه بياخد جزء من السبيكر الاولاني والثاني وجزء من السبيكر الاولاني وجزء من الكراود خلاص. نفسنا بقى نعمل الجوريزم يقدر ياخد مين التو سيجنالز دولت اللي هما كانوا ميكسد سيجنال خلاص، ده في السبيكر الاولاني والسبيكر الثاني وفي الكراود اللي حوالين خلاص، وده كان فيه سبيكر اولاني وتاني وده حاجات اللي هي النويز اللي حوالين
خلاص، ونقدر نعمل له مين؟ تمام، نقدر نسبريت السبيكر الاولاني ونعرف هو بيقول ايه لوحده، والسبيكر التاني ونعرف هو بيقول ايه لوحده، ونشيل النويز اللي موجوده في الباك جراوند. مين بتاع ايه؟ انهي صوت بتاع انهي واحد فيهم؟ ده الاثنين في التايم دومين تو سيجنالز هيبقوا مجموعين على بعض، وفي الفريكوانسي دومين مجموعين على بعض، افصلهم. مش عارف، لازم اعمل ليرنينج عشان اقدر افصلهم. خلاص، هو في اللحظه دي احنا بنستخدم حاجات بقى الاستاتستكس اللي موجوده عندي، والديستريبيوشنز بتاعت السبيكرز والهيومن والميوزك والحاجات دي كلها، موضوع تاني ايه ان شاء الله بإذن الله تتعرفوا عليها قدام شويه. خلاص تمام، مع المشين ليرنينج عشان نقدر ايه نفصل اصوات مين الناس دي عن بعض. reinforcement learning خلاص تمام، بيبقى عند سيستم، السيستم دوت ممكن يتحرك من ستيت لستيت. خلاص، يتحرك من مين؟ من ستيت لمين؟ لستيت. تمام، عن طريق اكشن هينفذه فيغير من حالته، زي الدرايفنج فين في الفور لين هاي واي، الكار بتاعت اللي ماشيه لما تكمل في نفس مين اللين، لما تروح ناحيه الشمال، لما تروح ناحيه اليمين، هتغير الستيت بتاعتها. هتفضل ماشيه بنفس السرعه، هتزود السرعه، هتبطئ السرعه، هيتنقل من ستيت لستيت. طب عشان يعمل الكلام ده لازم يبقى في اكشن يعمل، فيتنقل من ستيت لستيت. بس ممكن لما يتنقل لستيت تكون دي الستيت الصحيحه اللي هيتنقل لها، فياخد ريورد بالبوزيتيف. واحنا بنعلمه تمام، لما ياخد رونج اكشن فيتنقل لستيت جديده ودي مش الصح، فياخد ريورد بالنيجاتيف. فيبدا يتعلم، ويا ريت لو يبقى في عندي اكسبيرينس او عندي ايديال مين سيستم يقول لي هو الصح في كل مره، واقارن نفسي بيه ويبقى عندي البوزيتيف وعندي مين النيجاتيف. خلاص، فالدنيا بتاعتي تمام اللي بتتحرك من ستيت لستيت، وانا محتاج اخد اكشن واحدد ايه هو الاكشن اللي اخده عشان اتنقل من ستيت لستيت، عشان اتعامل في انفايرمنت. الانفايرمنت دوت ماله؟ مش ثابت، الانفايرمنت بتاعنا متغير، الانفايرمنت بتاعنا متغير، وبستكلز كل شويه عماله بتحط، عربيه بتيجي جنبيه شمالي ويميني، والعربيه اللي قدامها ممكن تبطئ او تزود سرعتها، او ممكن توقف نتيجه ان في اشاره مرور. فالدنيا بتاعتي خلاص دايناميك انفايرمنت انا فيه، ولازم اقدر كل شويه اخد اكشنز عشان تنمي ستيت لستيت، ولازم الستيت بتاعتي تكون الرايت ستيت. فلو السيستم بتاعك بيشتغل كده، انسب حاجه لي الريانفورسمنت ليرنينج. زي روبوت في متاهه وهيتحرك هيمشي ازاي؟ reinforcement training، هنلعب جيم شطرنج، ايه الخطوة الجاية اللي هاخدها؟ هو المنافس بتاعي اتحرك ازاي؟ تمام، هل هي حاجات ثابتة بيتحركها؟ لا، بتتغير، ولازم بالنسبة لي انا كمان يبقى الدنيا بتاعتي بتتغير. فيبقى انسب حاجة اللي هو مين؟ reinforcement training. خلاص، الريينفورسمنت ليرنينج بيعتمد على ان بيبص لمين؟ خلاص، للسيستم بتاعك، خلاص، على ان هو الايجنت، خلاص، اللي بياخد اكشن عشان ياثر في الانفايرمنت. خلاص، الاكشن ده بيخليه يتنقل من ستيت لستيت تاني. بس والله لو هو ساهم في الانفايرمنت دوت، خلاص، عرف يادبت نفسه مع الانفايرمنت دوت ويعمل الحاجة الصح، فياخد الورد بالبوزيتيف. السيء يبقى ياخد الورد بمين؟ بالنيجاتيف. خلاص، فيتعلم ياخد ايه هي الاكشنز عشان يتنقل من ستيت لمين؟ لستيت تانية. صح، اتفقنا على كده؟ خلاص، طيب تعال نبص على ايه؟ على الليرنينج مين؟
سيستم بتاعنا والليرنينج مين بروبلم. تعال نختم مين المحاضره بتاعتنا. خلاص اتفقنا ان الليرنينج انا هتعلم من مين؟ من اكسبيرينس، من تريننج ديتا. خلاص الداتا ديت تمام، عندي داتا وعندي ليبلز وفي فانكشن انا مش عارفها فرايح اتعلمها خلاص او اعرفها اللي هي التارجت فانكشن بتاعتي. خلاص فالاكسبيرينس اللي انت تختارها مش اي اكسبيرينس، انت مفترض تختار التريننج اكسبيرينس المناسبه للمساله بتاعتك، وتبقى عارف ايه هي الحاجه اللي انت عايز تعملها. انت رايح تعمل ريجريشن ولا كلاسيفيكيشن ولا كلاسترنج ولا وات ايفر، ايه هو اللي انت رايح عايز تعمله؟ خلاص وازاي هتبرزنت التارجت فانكشن ديت، وازاي تختار الليرنينج الوسم المناسب للتارجت فانكشن اللي انت هتتعلم او اللي انت هتعرفها تام من مين؟ من الاكسبيرينس. طيب عشان نعمل ماشين ليرنينج سيستم هيبقى في عنده تريننج. خلاص علمناه، مين قال انه اتعلم صح؟ لازم تيست، يبقى لازم يبقى في عندي تريننج وتيست عشان اقدر ايفاليويت تمام اللي احنا عملناه ده حاجه صح ولا غلط. انا حسنت بالبرفورمانس، فاكرين بالبرفورمانس بي اللي احنا هنحسنها من الاكسبيرينس اي للتاسك تي تمام، فانا عايز احسن البرفورمانس، مين قال ان هي اتحسنت؟ خلاص فين اللي بيحصل؟ انا عندي تمام دي الداتا بتاعتي كامله بقسمها لجزئين، جزء تريننج وجزء تيست. وانا بسحب التريننج والتيست خلاص بسحبهم بطريقه اندبندنت من كل مين؟ الديستريبيوشن داتا. خلاص ما بنقيش، انا عايز اسحب حاجات كده بشكل ان يكون اتمنى ان يكون الدنيا بتاعتي كلها تمام اندبندنت وايدنتيكال مين؟ ديستريبيوتد. التريننج دي بتوصف لي كل الحالات اللي ممكن السيستم بتاعنا يشوفها، والتيست نفس الحكايه. فانا على كده بس مش في كل الاوقات الداتا اللي عندك تبقى مين؟ ليبل ديتا. خلاص ده ممكن الدنيا بتاعتي تكون سيمي سوبرفايزد، ففي عندي مين تمام اكزامبلز ليها ليبلز ومعرفه، الاكزامبلز الثانيه ما لهاش ليبلز، فممكن في اللحظه دي استخدم مين؟ الكولكتيف مين؟ كلاسيفيكيشن. تمام ان احنا بنقول ان الدنيا بتاعتي اندبندنت وايدنتيكال ديستريبيوتد، وبالتالي خلاص لو انا عندي اوبجكت او عندي داتا وانا عارف الليبل بتاعها، فلو في عندي داتا تانية من اللي هي الانليبلد تمام موجوده في النيبر هود بتاعها قريب قوي منها كلوز ليها قوي، فممكن اديها نفس الليبل. مش كده وبس، لا التيست ديستريبيوشن لو كان ديفرنت، بمعنى مثلا احنا عملنا ماشين ليرنينج الجوريثم يتعرف على الكارز وانواعها، خلاص بس دلوقتي لما جيت تمام وانا بشتغل بقى مش الدنيا ما عنديش كارز بس، لا عندي كارز وعندي تراكس. فمحتاج ان اعمل حاجه اسمها ترانسفير ليرنينج، انقل الخبره اللي كانت موجوده في التعرف على الكارز للتعرف على مين؟ على الدراكس. طبعا ده ناس شغاله في الحاجات دي كتير وعندي الكورسات مالها كتير للكلام دوت، فده ان شاء الله ايه هنبقى نشوفه. خلاص بس خلاص اتعلمنا ان في عندي تريننج وعندي تيست وعندي تمام ان نفسي وانا باخد الداتا بتاعتي يبقى الدنيا بتاعتي اندبندنت اند ايدنتيكال مين؟ ديستريبيوتد. خلاص الخلاصه ان المشين ليرنينج انا عندي عشرات الالاف من المشين ليرنينج الجوريزم، وكل سنه بيطلع لي مئات من مين المشين ليرنينج. خلاص فاحنا عايزين نتعلم الكونسبتس الاساسيه اللي بعد كده الناس عن طريقها تقدر دي تتعلم اي مشين ليرنينج الجوريزم جديد. خلاص كل مشين ليرنينج يبقى ليه ثلاثه كومبوننتس، الريبريزنتيشن
والاوبتمايزيشن والايفالويشن. خلاص، ايه هي الفانكشنال ريبريزنتيشنز المختلفه؟ ممكن نعمل ريبريزنتيشن الفانكشن بتاعتي عن طريق نيوميريكال فانكشن، تمام؟ والكلام ده بيستخدم فين؟ في تكنيكس مختلفه زي لينير ريجريشن، نيورال نتورك، سبورت فيكتور ماشين. خلاص، ليه ما اخليها سيمبوليك مين فانكشن زي مين ديسيشن تري والرولز، تمام؟ والرولز ان ذا فيرست مين اوردر بريدكتد، تمام؟ لوجيك. او اخليها انستانس بيست فانكشن زي النيرست نيبر وزي مين الكيس بيست. او يبقى الدنيا بتاعتي بروبابيليستيك مين جراف مودلز زي النايف بيز والبيزيان مين نتورك والهيدن ماركوف مين موديل اند سو. يبقى الفانكشن بتاعتي، طبعا الكلام ده ان شاء الله هنشوفه شغال في الكورس، ممكن امثلها خلاص اعملها برزنتيشن بطرق مختلفه، وده هيعتمد على مين؟ على حسب الماشين ليرنينج الجوريزم بتاعنا مين المناسب. فلازم اختار مين؟ تمام، الجود ريبريزنتيشن او البرزنتيشن المناسب للفانكشن بتاعتي على حسب الماشين مين ليرنينج الجوريزم انا ايه هشتغل بيه. طيب احنا كنا بنعمل ايه؟ خلاص، كان عندي مجموعه من الهايبوثيسز وكنت عايز اختار البيست فيهم اللي هي تمام يا ريت تبقى هي بتناظر الاف بتاعتي، صح كده؟ فالدنيا بتاعتي ممكن ابص لها ان هي عباره عن عمليه سيرش. خلاص، هسيرش جوه مجموعه الهايبوثيسز ديت عشان في النهايه اوجد الاوبتيمم هايبوثيسز اللي هتديني احسن بيرفورمانس. ففي النهايه انا بستخدم اوبتمايزيشن الجوريزمز. خلاص، جريدينت مين ديسنت بستخدمه في البرسيبترون والباك بروباجيشن. هنستخدم الديناميك بروجرامينج في الهيدن ماركوف مين ليرنينج ومين بي سي اف جي ليرنينج. بستخدم مين الكونسيبت بتاع مين ديفايدد اند كونكر في مين في الديسيشن تري وفي مين الليرنينج. الديسيشن مين كومبيتيشنال خلاص زي جيناتيك الجوريزم زي مين جيناتيك بروجرامينج ونيو مين ايفالويشن. خلاص، تمام. بستخدم في النهايه طرق للسيرش والاوبتمايزيشن. خلاص، واحد اختلف على حسب مين؟ على حسب تمام الليرنينج الجوريزم بتاعنا. خلاص، الايفالويشن لما اجي ايفالويت ايفالويت ازاي؟ خلاص، عن طريق الاكيورسي الدقه بتاعته واتعرف على كام باتن صح، ولا حاجة اسمها البريسيشن والريكول انا بشرحها قدام. خلاص، تمام، دي برفورمانس ماتريكس تانية، ولا عن طريق السكوير دي ايرور انا بعيد قد ايه من الاوتبوت بتاعي. خلاص، ولا لايكلي هود ولا كوست ولا المارجن ولا الانتروبي ولا ايه بالظبط. فكل دي عبارة عن مين؟ برفورمانس ماتريكس مختلفة. تمام، على فكرة كل ماشين ليرنينج الجوريزم وكل ابلكيشن خلاص هيبقى ليه تمام بيرفورمانس متريك خلاص مناسب معاه، زي ما البرزنتيشن كان ليه برزنتيشن مناسب معاه زي السيرش والاوبتمايزيشن، تمام، برضو مناسب معاه. يبقى هتختلف على حسب مين الابلكيشن. وعايزين نتعرف على كل الحاجات دي ان شاء الله، على كل الكلام ده ان شاء الله، على كل الكلام دوت باذن الله خلال مين؟ خلال الكورس بتاعنا. خلاص، تمام. ففي النهاية، تمام، عشان تبقى تشتغل بالماشين ليرنينج وتقدر تستفاد بيه صح، يا ريت قبل ما تبدأ تستخدم الماشين ليرنينج افهم الدومين بتاعك، يبقى في عندك بريور نوليدج عن الدومين اللي انت تشتغل فيه، ومحدد الأهداف اللي انت عايز توصل لها. الأول خالص لسه ما اشتغلتش. خلاص، بعد كده الداتا بتاعتك لازم تكون داتا صحيحة ومتكاملة. فاستخدم بقى البري بروسيسنج والكليننج عشان تشيل اي داتا مش مناسبة بالنسبة لك. خلاص، تمام، وابدأ اعمل سيليكشن عشان تبقى الداتا بتاعتك انت بتستخدمها خلاص داتا صحيحة، تمام، ينفع نتعلم منها خلاص ومتكاملة. خلاص، بعد كده ابدأ حدد مين الليرن موديل بتاعك اللي انت هتستخدمه، وبعدين خلاص النتائج اللي تطلع حاول تفسرها، حاول تفسر الريزلتس اللي هتطلع. وفي النهايه بقى ابدا تعمل مين كونس، تمام،
كونسوليديت ومين وديبلوي للنولج اللي انت اكتشفتها، عشان طلعت المعلومه دلوقتي خلاص بيزد على الحاجات دي، على الجولز اللي انت كنت عايز تحققها، والنولج ومين تمام، والاندرستاندنج مين وفهمك للدومين. ابدا بقى خلاص طبق الكلام ده، طبق اللي انت طلعته خلاص تمام في حال المشكله اللي انت كنت بتحلها خلاص. الليرنينج ممكن نشوفه على انه ان انا بستخدم الدايركت اكسبيرينس او الاندايركت اكسبيرينس خلاص اوكي، عشان اختار مين التارجت فانكشن. التارجت فانكشن اللي اختارها ديت هو اكشن، يعني انا بعمل ابروكسيميت للفانكشن ديت خلاص، والابروكسيميت ديت وانا بعمل ابروكسيميشن انا اكشوالي بسيرش جوه مجموعه من الهايبوثيسيس عشان اختار انسب واحده تفيت مع مين، مع الفانكشن بتاعتي، او اقرب واحده بعمل فانكشن ابروكسيميشن عشان تفيت مع مين، مع التريننج ديتا خلاص. خد بالك ان كل ليرنينج ميثود بتفترض مجموعه مختلفه من الهايبوثيسيس، الهايبوثيسيس بيس بتاعنا بيختلف منين، من ليرنينج ميثود ليرنينج ميثود تاني خلاص اتفقنا على كده. وكل نوع من الليرنينج ميثودز بيستخدم مين تكنيكس مختلفه في السيرش، لما لسه قايلين كل واحد وبيستخدم تكنيكس مختلفه في السيرش خلاص اتفقنا على كده. فاختيار الليرنينج موديل تمام ده بقى اللي هتاخده عن طريق بقى الاكسبيرينس، وتشتغل كتير او في المشين ليرنينج فتعرف تختار الموديل المناسب تمام مع السيرش تمام تكنيك المناسب للابلكيشن بتاعك. اقرا كتير، طبق كتير، حل البروبلمز كتير عشان تبقى حد عنده خبره في ان هو يختار الموديل المناسب خلاص تمام. ان شاء الله باذن الله نامل ان احنا نكفر الالجوريزمز ديت من السوبرفايزد ليرنينج، وديت من الانسوبرفايزد ليرنينج، ودي من رينفورسمنت ليرنينج. طبعا بالتاكيد ده لازم يتقال كاملة الايفالويشن، وان شاء الله واحنا شغالين هناخد مجموعة من مين، من الابلكيشن. بس ده الكورس بتاعنا كده، ودي انتروداكشن النهارده بتاعتنا عن الماشين ليرنينج. اتمنى ليكم ان شاء الله باذن الله تمام يكون كورس تمام شيق بالنسبة لكم، وهو طبعا كورس مهم خلاص، ونحن نتعلم منه اكبر كمية معلومات ممكن. شكرا ليكم يا شباب تمام، وترم سعيد إن شاء الله.